ولكن عن نعم الاستجابة أستاذ علي لهذه الدعوات، مؤسسة القدس الدولية كان لها دعوات عدة، وأيضا وزارة الأوقاف، وبالتالي يعني هل نشهد مواجهات تصدي من الفلسطينيين القادمين من 48، من الضفة الغربية أو من أبناء القدس لهذه الاقتحامات؟ هل نشهد صمود في وجه هذه العنجهية الإسرائيلية؟ هو السؤال هنا يكمن، هل سنشهد مواجهات في القدس خلال هذه الأعياد؟ والله هذا سؤال، يعني على الرغم من انه سؤال مبدئي وسؤال مهم جدا، الا ان الاجابه عليه غير ممكنه، لاننا لا نستطيع ان نحدد ونقدر الاستجابه الفلسطينيه وخاصه في القدس المحتله. يعني في احداث اقل من موسم الاعياد على سبيل المثال، تفجرت هبات. الاستجابه الفلسطينيه ليست محدده بمعادله واضحة بأن هذا الحدث مع هذا الحدث يفجر مثلا هبة، وهذا ويعني مثلا من الأمثلة على ذلك ما جرى في ساحة باب العمود في عام 2021. المحاولات الاحتلال لاقتطاع الساحة ولفرض إجراءات فيها وبعض الحواجز دفعت الشباب الفلسطيني لأن يطلق هبة إن صح التعبير أو انتفاضة سميت انتفاضة باب العمود أو ساحة باب العمود، وأجبرت الاحتلال على التراجع. لذلك هنا النقطة، على الرغم مما فيها من غموض وعلى الرغم مما فيها ربما من خوف من أن لا يكون هناك استجابة واضحة وكبيرة، وبأن القدرة الأمنية الإسرائيلية وقدرة إذا صح التعبير الضرب تحت الحزام أو الضرب الاستباقي الذي تقوم به سلطات الاحتلال ستؤثر على الاستجابة الفلسطينية، ولكن أيضا من ناحية ثانية هناك استجابات أخرى جرت في النصف الأول من العام الجاري. يعني على سبيل المثال مجموعة من العمليات الفردية التي جرت في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في تل أبيب كانت ضربة للمستوى الأمني الإسرائيلي، بأنه لم يكن متوقعا أصلا يعني إقامة أو حدوث مثل هذه العمليات. وفي المقلب الآخر أيضا كانت القدس المحتلة وكان المسجد الأقصى المبارك جزءا من المحرك الأساسي لهؤلاء الشبان. أيضا اليوم لدينا الضفة الغربية، والضفة الغربية نحن نتابع ما يجري في مخيم جنين في الأشهر الماضية، ومخيم جنين هو على صفيح ساحن وساخن، أيضا هذا من الملفات التي تقلق لا. الاحتلال. اليوم الاحتلال يتعامل مع الضفة الغربية بأن خاصرته الرخوة، وهنا أيضا نعود ونكرر هذه المعادلة المهمة، وهي أظن المعادلة التي ترسخت إبان معركة سيف القدس في العام الماضي، بأن اليوم الاحتلال لا يمكن أن يواجه منفردا، لا تستطيع غزة على الرغم من قدراتها وما تقدمه من تضحيات أن تواجهه منفردة، وأيضا القدس لا تواجهه منفردة. لذلك اليوم إن كان هناك بالفعل قدرة فلسطينية على مواجهة الاحتلال، لا يجب أن تكون المواجهة فقط داخل المسجد الأقصى المبارك، لأننا إن حصرنا المواجهة داخل ساحات المسجد الأقصى لا ريب سيكون الاحتلال هو المنتصر، لن يحقق انتصار كامل ربما، ولكن سيكون المنتصر لأنه هو الأقدر على حشد القدرة العسكرية واستخدام، للأسف وليس لديه أي ضوابط، سيستخدم كل القوة التي لديه، ونحن شاهدنا ذلك في الأشهر الماضية. ولكن وهنا أيضا نقطة مهمة، إن كان هناك مشاغلة للاحتلال في مختلف المناطق والأراضي الفلسطينية ابتداء من القدس المحتلة وصولا إلى 48، هنا نحن نعود إلى المعادلة التي رسختها سيف القدس بأن المواجهة الاحتلال لا تحصر في مكان واحد بل تشمل كل التراب الفلسطيني، وهو ما سيشتت جهود الاحتلال وبالفعل سيضطر لإعادة حساباته.